هنتكلم النهاردة عن التحليل التقليدي للقضايا الحملية، وهنتكلم عن الاستغراق في القضايا الحملية. في نهاية هذه الحلقة يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يحلل القضايا الحملية من حيث الكم، يميز بين القضايا الحملية من حيث الكيف، يدلل بأمثلة من عنده على القضايا الحملية، يحلل مفهوم الاستغراق في القضايا الحملية، يطبق بأمثلة من عنده على الاستغراق في القضايا الحملية. أعزائي الطلاب، يعني إيه قضية حملية؟ إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن القضايا المنطقية من حيث التركيب. إحنا اتكلمنا من حيث التركيب ومن حيث الناحية المنطقية. قسمنا القضايا بسيطة ومركبة من حيث التركيب. طب القضية الحملية هتبقى قضية إيه؟ قضية بسيطة تتكون من إيه؟ موضوع ومحمول واحد فقط. يبقى القضية الحملية قضية بسيطة تتكون من موضوع ومحمول معنيين مفردين. طيب هنقسمهم النهاردة القضية الحملية من حيث الكم ومن حيث الكيف. الكم هيبقى عندي قضايا كلية وقضايا جزئية. طيب من حيث الكيف، أنا بتكلم النهاردة على القضايا. القضايا الحملية من حيث الكم هيبقى عندي نوعين، قضية كلية وقضية جزئية من حيث الكم. طب الكيف، طيب الكيف اللي هي تفيد العلاقة موجبة أو قضايا موجبة أو قضايا سالبة. يبقى أنا عندي القضايا الحملية من حيث الكم والكيف، قضايا كلية قضايا جزئية من حيث الكم، وهنشرح ده بالتفصيل بالأمثلة. وهناخد القضايا الكيفية قضايا موجبة وقضايا سالبة. يبقى أنا عندي التقسيم ده خلالي عندي القضايا الحملية أربعة. إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض الجدول ده. التحليل التقليدي للقضايا الحملية، تنقسم القضايا الحملية من حيث الكم والكيف إلى أربع أنواع من القضايا. من حيث الكم والكيف كوننا أربع قضايا، كلية وكلية، جزئية وجزئية. إمتى تبقى كلية موجبة وإمتى تبقى كلية سالبة؟ إمتى تبقى الجزئية موجبة وإمتى تبقى الجزئية سالبة؟ هنعرف النهاردة أربع أنواع للقضايا الحملية. كلية موجبة رمزها كاف ميم. خلوا بالكم الرموز، عشان الرموز هنستخدمها بعد كده ان شاء الله في مربع ارسطو، وهنستخدمها في القياس الترم الثاني ان شاء الله. مربع ارسطو الترم ده هنستخدم القضايا الحملية، وهناخد ان شاء الله الترم الثاني القياس هنستخدم فيه برضو القضايا الحملية. طب كلية موجبة عايزين نعرف رمزها كاف ميم. خدنا من الكلية كاف وخدنا من الموجبة ميم، ده رموز. طب يعني ايه قضايا كلية موجبة؟ يقع الحكم فيها على كل، هي كلية كل افراد الموضوع، وموجبة لان العلاقة هتبقى، فاكرين الرابطة؟ فاكرين لما قلنا في قضية هتتكون من موضوع ومحمول ورابطة، وقلنا الرابطة نوعين، موجبة وايه والسالبة. لما تكون المثال عندي كل علماء اذكياء، العلاقة هنا موجبة ولا سالبة؟ موجبة، تفيد الإيه؟ الاتصال بين الموضوع والمحمول. كل العلماء أذكياء، فين الموضوع وفين المحمول؟ العلماء، أيوة العلماء، ده الموضوع وده الاسم اللي بيتكون عليه الإيه؟ فاكرين القضية جملة خبرية تتكون من مبتدأ وخبر في اللغة العربية. في المنطق عندنا قلنا هنسمي الاسم ده موضوع، مخبر عنه، مخبر عنه بقى المحمول مخبر ايه به، الرابطة هنا مستترة تبقى رابطة موجبة تفيد الاتصال. طيب كل بقى النهاردة عايزين نعرف كل دي ألفاظ، لفظ بيدل على كم القضية موجود في أول القضية الحملية. كل، يبقى دي قضية كلية. طب في أسوار للقضية الكلية، تعالوا نعرفها كده. السور، السور يعني اللفظ اللي بيدل على القضية كلية. كل، كافة، جميع، 100%،
دي سور للقضية الكلية. خدت بالكم السور ده بيشمل إن الموضوع ينطبق عليه كل الأفراد، كل أعضاء القضية، كل أعضاء القضية اللي هو الموضوع. أنا عندي الموضوع هنا لو سبقه سور بيدل على كل أو كافة أو جميع أو 100%، يبقى أنت كده بتحكمي على إن القضية إيه كلية. طب المثال الأولاني كل العلماء أذكياء، كلية موجبة. لو قلت الكاف ميم يبقى الكلية موجبة. طب جميع الطلاب حاضرين، كلمة جميع برضه سور للقضية الإيه الكلية، موجبة ولا سالبة؟ موجبة. جميع الطلاب حاضرين، 100% من الفاكهة مفيدة للجسم، القضية دي برضو كلية موجبة لأن أنا بحكم على 100% من الفاكهة، شملت كل الفاكهة. طب تعالوا نشوف القضية رقم 2، جزئية موجبة جيم ميم. قلنا كده هناخد من الجزئية رمز جيم وهناخد من الموجبة ميم، ده النوع التاني من القضايا الحملية، يقع فيها الحكم على بعض أفراد. خد بالك الجزئية هيقول الحكم فيها على أفراد الموضوع، بعض ولا كل؟ لا بعض. أيوة جزئية يبقى بعض. طب هي السور بتاعها هيبقى إيه؟ كلمة سور يعني اللفظ اللي هيبقى في أول القضية، هنا اللفظ اللي هيبقى في أول القضية اللي هيرجع على الموضوع اللي هيخليني أعرف الموضوع شمل الكل ولا البعض. تعالوا نشوف السور بتاع الجزئية الموجبة هيبقى ايه، ألفاظ تدل على القضية الجزئية مثل بعض، قليل من، قليل من يعني برضو عدد محدود من الايه من المحمول، سوري من الموضوع، كثير من برضو، أنا هنا مش بحكم على كل أعضاء الايه الموضوع، 90%، 90% برضو بتدل على جزء، غالبية، معظم، غالبية أو معظم أو كثير من أو قليل من أو بعض، كلها بتدل على جزء من القضية وبتبقى هنا جزئية موجبة. إزاي؟ تعالوا نشوف المثال، قليل من الطلاب، قليل من، قليل من يبقى جزئية. طب قليل من الطلاب راسبون، العلاقة هنا موجبة تفيد الإيه؟ الاتصال. طب غالبية البشر صادقين، كلمة غالبية يعني عدد برضو، ممكن يكون عدد كثير لكن مش كل البشر صادقين، أنا هنا بحكم على عدد، عدد، عدد كبير، عدد قليل، أنا مش بحكم على كل الأعضاء أو كل أعضاء الموضوع. برضو العلاقة هنا موجبة يبقى جزئية موجبة. طب المثال رقم 3، بعض الزهور جميلة، بعض الزهور جميلة برضو جزئية موجبة. يبقى أنا هنا خدت الكلية الموجبة والجزئية الموجبة. أنا عندي 4 أنواع من القضايا الحملية، هناخد النوع التالت كلية موجبة وجزئية موجبة، يبقى أنا هروح بقى للكلية السالبة والجزئية السالبة. النوع التالت كلية سالبة، رمزها إيه؟ إحنا عايزين نعرف الرموز بقى تبقى معانا، لما أجي أكتب رموز بس يبقى كلية سالبة كاف سين. طب ايه هي الفاظ اللي بتدل على الكلية السالبة؟ هنا بقى هناخد لفظ يدل على كم القضية ورابطة تبقى سالبة، هنضيف هنا بقى الرابطة السالبة، مش السور بس اللي بيرجع على الموضوع كمان، لا والمحمول لازم تكون الرابطة سالبة اللي تسبقه. طب انا عندي السور القضية السالبة، كلية سالبة، كلية سالبة، ناخد الكلية السالبة الأول، كلية يبقى لازم يبقى السور بيدل على كل أعضاء الإيه الموضوع، كل، جميع، كافة، بس لازم هضيف إيه سالبة، ليس، كل الخضروات ليست طازجة. في المثال عندي، عندي كده كل الخضروات، كلية، كلية. طب هنا ليست طازجة سالبة، فصلت الموضوع عن المحمول، فاكرين لما قلنا ليس بتفصل الموضوع عن المحمول؟ لا عالم جاهل، لا عالم جاهل، أنا هنا شملت كل العلماء ليسوا جاهلين،
معناها لعالم جاهل، يعني كل العلماء ليسوا جاهلين. لفظ لا في الأول خلت القضية كلية سالبة، لا عالم جاهل. طيب لما أقول لا واحد من الطلاب غائب، لا واحد من الطلاب غائب كلية سالبة، يبقى صورة القضية الكلية السالبة كل ليس، كل وليس في القضية خلتها كلية سالبة، لا عالم جاهل كلية سالبة، لا واحد من الطلاب غائب كلية سالبة. يبقى صور القضية يشمل على لفظ كل أو جميع أو كافة، وخلت العلاقة بينهم رابطة سالبة. طيب الجزئية السالبة رقم 4، جيم سين، ده رمز القضية الإيه؟ الحملية. ألفاظ تدل على القضية الجزئية السالبة، هنا بقى جزئية يبقى الصور هيبقى فيه بعض، وسالبة هيبقى فيه ليس أو لا. طب بعض العلماء في المثال، بعض العلماء ليسوا أدباء، بعض كده جزئية، العلماء جزء منهم ليسوا أدباء. ليسوا هنا خلت العلاقة بينهم إيه؟ انفصال، انفصال بين الموضوع والمحمول، سلبت القضية. فاكرين السلب القضية؟ طب أنا هنا بعض خلت القضية جزئية، ليس خلت الإيه؟ سالبة، القضية جزئية سالبة من حيث الكيف سالبة، ومن حيث الكم جزئية. أنا بحدد القضية الحملية من حيث الكم والكيف. أنا هنا لما أقول جزئية سالبة تبقى جزئية من حيث الكم، والكيف سالبة. طيب المثال رقم 2 بقى في الجزئية السالبة، جبت ليس الأول، ليس وبعدها بعض، ليس بعض للفلاسفة عباقرة، برضو جزئية سالبة. طب تعالوا نشوف المثال رقم 3، لما تقولي ليس وبعدها كل، لو ليس سبقت السور كده خلتها جزئية سالبة. افهموا معايا كده، ليس كل الموظفين، ليس كل الموظفين معناها ان بعض الموظفين ليسوا متميزين، مش كل الموظفين متميزين. انا بقول كده ان الحكم على القضية هنا جزئية سالبة، ليس كل الموظفين متميزين، ليس كل هنا معناها بعض الموظفين ليسوا متميزين، ليس بعض الموظفين متميزين، بتساوي ليس بعض. لما ليس تسبق السور خليته جزئية سالبة. تمام كده، أنا عندي كام نوع من القضية الحملية؟ 4، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. هنتنقل لموضوع تاني عن الاستغراق في القضية الحملية. يعني ايه استغراق؟ استغراق في القضية الحملية، كلمة استغراق يعني شمل الحكم الحد المستغرق. الكلمة حد يعني اللفظ، زي ما احنا عارفين لفظ يقع فيه الحد على كل أعضاء القضية سواء كان موضوعا أو محمولا. يعني ايه بقى الحد المستغرق؟ هو الذي يقع فيه الحكم على كل اعضاء الحد سواء كان موضوع او محمول. طب الغير مستغرق هو الحد الذي يقع فيه الحكم على بعض اعضاء الموضوع او المحمول. بعض يبقى كده ايه؟ جزئية. يبقى لما تبقى القضية جزئية موجبة يبقى القضية هنا غير مستغرقة الموضوع ولا المحمول، لأن الحكم ما شملش إيه؟ كل أعضاء الموضوع أو المحمول. طب لما تبقى كل أعضاء المحمول أو الموضوع شملها، شمل الحكم فيها كده، لحد إيه؟ مستغرق. هنوضح أكتر بالأمثلة. تعالوا كده نطبق الكلام ده على أنواع القضايا الحملية. أنا عندي 4 أنواع من القضايا الحملية، كلية إيه؟ موجبة، كلية موجبة كاف ايه ميم، جزئية موجبة جيم ميم، كلية سالبة كاف
سين، عايزين دايما الرموز دي نفتكر بيها انواع القضايا الحمليه. الجزئيه السالبه جيم سين. طب انا في الاستغراق كده عايزين ناخد قاعده ونفتكرها، الكليه تستغرق الموضوع، يعني القضيه اللي فيها كليه والسور بتاعها يشمل القضيه الكليه تكون مستغرقه الموضوع. طب ليه؟ لان انت قلتي الحد المستغرق هو الذي يشمل فيه الحكم على كل اعضاء الموضوع او المحمول. يبقى كده رقم واحد كليه تستغرق الموضوع. يعني ايه تستغرق؟ يعني تشمل. لما تقولي لي جميع اللاعبون كده، لاعبون انت شملتي الحكم على كل اللاعبين ولا لا؟ انا كده بحكم ان جميع اللاعبون. طب مالهم؟ ماهرين. ماهرين هنا، ماهرين دي محمول، المحمول هنا غير مستغرق، لان مش شرط ان كل الماهرين لاعبون، مش كل المهرة لاعبون. يبقى هنا انا بحكم على الموضوع فقط في القضية الكلية الموجبة، ان الموضوع هنا بس هو اللي شمل كل الاعضاء، اعضاء الايه الموضوع. طب الكلية الموجبة تستغرق الموضوع ولا تستغرق المحمول؟ عندي المثال رقم 2 في الكلية الموجبة، كل الخضروات. احنا قلنا لما يبقى يكون كلية هتستغرق الموضوع. طب موجبة؟ لا، لا تستغرق المحمول. مفيدة، مفيدة دي مش كل الخضروات مفيدة، في خضروات بتكون غير ايه، في ناس ممكن ما تبقاش، مش كل الخضروات عندها مفيدة جسمها، بتبقى مثلا القولون والحاجات دي. فأنا هنا كلمة مفيدة ما شملتش أو ما أكد ما قالتش إن كل إيه كل أعضاء المحمول يشتمل عليها كلمة إيه مفيدة. يبقى القضية الكلية الموجبة تستغرق الموضوع فقط ولا تستغرق الإيه المحمول. في قاعدة عندي إن أنا الموضوع مستغرق في القضية الكلية والسوالب تستغرق المحمول. السوالب اللي هي ايه بقى؟ يعني المحمول امتى يبقى مستغرق؟ لما يبقى قضية سالبة، المحمول يستغرق في القضية السالبة اللي هي ايه بقى؟ سالبة، كلية سالبة، يبقى المحمول مستغرق والموضوع مستغرق عشان كلية. طب سالبة فين تاني؟ في الجزئية السالبة. القاعدة عندي في الاستغراق ان الكليات تستغرق الموضوع والسوالب تستغرق المحمول. طب انا عندي القضية الجزئية الموجبة، لا جزئية، يبقى لا تستغرق الايه الموضوع، لان بعض الطلاب حاضرين، بعض الطلاب، يبقى الموضوع هنا غير مستغرق، حاضرين غير مستغرق، لان انا هنا لم يشمل الحكم كل اعضاء الايه الموضوع ولا المحمول. الجزئية الموجبة لا تستغرق الحدين، نقول عليهم حدين، اللي هما ايه الحدين؟ الموضوع والايه والمحمول. يبقى القاعدة التي لا تستغرق فيها الموضوع ولا المحمول الجزئية الموجبة، لأن لا يشمل الحكم على كل أعضاء الموضوع ولا المحمول. لما تأكدي الانفصال، نفتكر مع بعض، الانفصال في القضية هو اللي بيأكد لي الاستغراق للمحمول. بأكد الاستغراق للمحمول لما تكون القضية سالبة، بأكد الاستغراق للموضوع لما تبقى القضية كلية. وقلنا رمز الكلية كاف ميم أو كاف سين. طيب احنا رقم واحد قلنا كلية موجبة تستغرق الموضوع فقط، فقط ولا تستغرق الايه المحمول لأن هي موجبة. طب جزئية موجبة، جزئية لا تستغرق الموضوع ولا المحمول، قلنا لما تبقى سالبة تستغرق المحمول. طب كلية سالبة، أيوة دي تستغرق الإيه؟ تستغرق الإيه؟ الاتنين اللي هما إيه؟ الموضوع والإيه؟ والمحمول. إزاي؟ تعالوا نشوف المثال. كل الأثرياء، فين هنا الموضوع؟ الأثرياء، في قبلها كلمة بتدل على سور القضية كل، يبقى الحكم شمل كل الأثرياء، صح؟ لأن السور بيدل على كل، يبقى القضية هنا مستغرقة لإيه؟ الموضوع. طب ليسوا،
بخلاء، كلمة بخلاء انفصلت عن القضية، وفعلا أداة السلب ليس أكدت لي إن الحكم هنا على المحمول مستغرق، شمل كل الإيه البخلاء، إن الأثرياء ليسوا بخلاء تفيد الانفصال. يبقى القضية هنا كلية تستغرق الموضوع وتستغرق الإيه المحمول. طيب المثال التاني، خدوا بالكم كده، لما قلنا صور القضية الكلية السالبة، لو قلنا لا عالم جاهل أو لا واحد من العلماء جاهل، هي لو احنا قلناها ايه، كل العلماء ليسوا جهلاء، صح؟ انا هنا شملت لا عالم معناها كل العلماء، يبقى كل العلماء ليسوا جهلاء، قضية كلية سالبة شملت الموضوع وشملت المحمول، اكدت ان انفصلت عن الايه، كلمة لا فصلت برضو بين الموضوع والإيه والمحمول، وخلت القضية سالبة، والقضية هنا كلية سالبة تشمل الإيه، الاستغراق هنا يشمل الموضوع والإيه، أيوة والمحمول. هنستنتج بقى من الجدول ده قاعدتين مهمين للاستغراق، وأكدنا عليهم، الكلية السالبة تستغرق الموضوع والمحمول. طب الجزئية السالبة رمزها ايه؟ رمز القضية هنا الحملية ايه؟ جيم سين. جيم سين احنا لسه قايلين الموضوع هيستغرق لو هو جزئية، لو القضية جزئية الموضوع هيبقى مستغرق؟ لا، انا خدت ان القضية تستغرق الموضوع لما تبقى كلية، يبقى القضية جزئية، يبقى جزئية لا تستغرق الموضوع. طب سين، سين يعني سالبة، لا سالبة تستغرق المحمول. يبقى أنا النهاردة طلعت بقاعدة مهمة جدا، إمتى المحمول يبقى مستغرق؟ لو القضية سالبة تفيد الانفصال بين الموضوع والمحمول، أنا بأكد إن الحكم الشمل هنا المحمول لما تبقى سالبة. طب تعالوا نشوف المثال بتاع الجزئية السالبة، بعض الأدوية، بعض الأدوية، الأدوية كده أنا الحكم شمل جزء من الأدوية، يبقى هنا الحكم إيه؟ عشان الصور بعض خلت المحمول الموضوع غير مستغرق، لأن القضية إيه؟ جزئية. طب سالبة ليست مفيدة، بعض الأدوية ليست مفيدة، ليست مفيدة هنا شملت إيه؟ المحمول، استغرقت المحمول، لأن ليست فصلت بين مفيدة وإيه؟ والموضوع. هنا أداة السلب إيه؟ سلب القضية، فكلمة مفيدة شملت الإيه؟ المحمول، وقع الحكم عليها، يبقى القضية هنا سالبة، المحمول مستغرق. طب ليس المثال التاني، ليس كل، ليس كل دي خلت القضية إيه؟ جزئية، جزئية سالبة، لما ليس تسبق السور تخلي السور إيه؟ جزئية. ليس كل الحدائق نظيفة، ليس كل الحدائق نظيفة، جزئية سالبة، وقلنا الجزئية تستغرق الموضوع، تستغرق الموضوع، لا جزئية يبقى الموضوع هنا غير مستغرق لأن ما شملش كل الايه الحدائق، الحكم هنا لم يشمل ايه الكل الموضوع. طب المحمول ليس كل جزئية سالبة، هنا المحمول هيبقى مستغرق لأن أنا فعلا هنا استغرقت وفصلت بين الموضوع والإيه والمحمول. يبقى كده احنا النهاردة خدنا أنواع القضية الحملية وخدنا جزء مهم جدا، إمتى تبقى القضية الحملية مستغرقة؟ نستنتج من الجدول كده قاعدتين مهمين عن الاستغراق، إمتى القضية الحملية تبقى مستغرقة الموضوع؟ لما تبقى كلية موجبة أو كلية سالبة. طب وإمتى مستغرقة المحمول؟ لما تبقى سالبة، سالبة تبقى في حالتين، كلية سالبة يبقى تستغرق الموضوع والمحمول، جزئية سالبة تستغرق الإيه المحمول فقط، السوالب تستغرق المحمول، الكليات تستغرق الموضوع. ممكن في الامتحان
اجيب لك مثال او مثال يقول مستغرق الحدين. يعني ايه الحدين؟ حدين القضية هما ايه؟ اللي هما الموضوع والايه والمحمول. فين المستغرقة الحدين؟ تبقى كلية ايه؟ تستغرق الحدين معا، تبقى كلية سالبة. طب قلت غير مستغرقة الحدين، يعني ايه غير مستغرقة الحدين؟ يعني لا تشمل الموضوع ولا تشمل المحمول، الحكم لا يشمل الموضوع ولا المحمول، تبقى ايه؟ ايوه جزئية موجبة، لان الحكم هنا غير مستغرق الموضوع ولا المحمول. طب تستغرق الموضوع فقط كلية موجبة، تستغرق المحمول فقط محمول فقط، يبقى الموضوع لازم يكون جزء جزئية، تبقى القضية جزئية عشان تستغرق المحمول فقط، جزئية سالبة. تمام، تعالوا نتنقل بقى لاستنتاجنا من قاعدة الاستغراق. يتضح مما سبق قاعدة مهمة جدا، ان القضية الكلية تستغرق الايه؟ انا بأكد لان الاستغراق مهم جدا في القضية الحملية، اذا كانت القضية كلية موجبة هتستغرق الموضوع فقط، صح؟ اه. طب لو كلية سالبة هتستغرق ايه؟ الموضوع والايه والمحمول. طب القاعدة التانية، القضايا السالبة تستغرق المحمول. طب انا عندي نوعين من القضايا الحملية سالبة، اللي هي ايه؟ كلية سالبة وجزئية سالبة. الكلية السالبة هتستغرق المحمول فقط؟ لا، هي تستغرق الموضوع والايه والمحمول. طب الجزئية السالبة هتستغرق ايه؟ جزئية، يبقى لا تستغرق الايه الموضوع، سالبة تستغرق الايه المحمول. يبقى قاعدتين مهمين جدا هستفيد بيهم في الاستغراق، وهتفيدني في ان انا اطبق عليها مثال صحيح. لما اقول قضية كلية موجبة، كلية يبقى شملت الموضوع، موجبة لا تشمل الايه المحمول، جزئية موجبة لا تستغرق الموضوع ولا المحمول، لما تكون سالبة هتستغرق المحمول، موجبة تستغرق الايه، لا موجبة يبقى لا تستغرق الايه المحمول، كلية تستغرق الموضوع، جزئية لا تستغرق الموضوع. تمام، يبقى احنا النهاردة القضية الحملية كام نوع؟ من حيث الكم قضية كلية وقضية جزئية، من حيث الكيف موجبة وسالبة، وكوننا 4 صور للقضايا الحملية، 4 صور من نتيجة الكم والكيف، خدنا 4 صور للقضية الحملية، كلية موجبة كاف ميم، كلية سالبة كاف سين، جزئية موجبة جيم ميم. الرموز مهمة جدا وهتفيدني بعد كده إن شاء الله في مربع أرسطو في الاستدلال المباشر والتقابل بين القضايا، فالرموز مهمة جدا لأنها اختصار للقضية. أنا عندي 4 أنواع، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، وخدنا الاستغراق في القضايا الحملية. تعالوا نطبق بقى على اللي احنا خدناه النهاردة، أهم حاجة التطبيق. تطبيقات، الإجابة الصحيحة، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: لا مصري خائن. خد بالك من السؤال، طالب ايه؟ لا مصري خائن. القضية السابقة تشير إلى قضية، الاختيارات كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. هركز كده هنشوف صورة قضية ومن حيث الكم والكيف، صورة القضية هنا ايه والكيف هيبقى ايه. صورة القضية هو اللي بيحدد كم القضية، كلية ولا جزئية، الصور هنا، والكيف اتصال ولا انفصال، موجب ولا سالب. طيب انا عايزة الاجابة تبقى ايه؟ ايوه، لا مصري خائن، كلية سالبة، أيوة، لأن لا مصري خائن شملت كل الموضوع
المحمود. السؤال الثاني، غالبية وسائل الاتصالات ليست سلكية. تعطي القضية السابقة مثالا على قضية ايه؟ احنا قلنا سور القضية غالبية، ده السور بيدل على ايه؟ كم القضية هنا هيبقى ايه؟ كلية موجبة. غالبية وسائل الاتصالات ليست سلكية، كلية موجبة ولا جزئية موجبة ولا كلية سالبة ولا جزئية سالبة؟ نركز كده ونطلع كم وكيف القضية. هنا القضية غالبية، خلف القضية هنا من حيث الكيف ايه؟ من حيث الكم. غالبية من حيث الكم، صورة القضية هنا جزئية غالبية، لأن عدد ليس ايه كل ده، بعض الايه الوسائل ليست سلكية، فصلت بين الموضوع والمحمول، سالبة يبقى جزئية سالبة. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ليس كل المدربون أذكياء. ليس لما سبقت السور هنا القضية السابقة تشير إلى قضية إيه؟ ليس كل المدربون أذكياء، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. أيوة الإجابة هنا، خلت القضية جزئية سالبة. السؤال رقم 4، كافة المدن الجديدة غير ملوثة. خلي بالكوا هنا غير ملوثة. تعطي القضية السابقة مثالا على قضية ايه؟ انا قلت في القضية لفظ غير هيؤثر في القضية. احنا قلنا هنا كافة المدن الجديدة غير ملوثة، لو هي غير ملوثة جزء من الحد تبقى هنا لفظ غير لا يؤثر في القضية. هنا القضية تبقى ايه؟ كلية موجبة. ايوه نفتكر مع بعض كده، لو انا بسأل عن الحد ولا القضية، انا هنا بسأل عن القضية. غير ملوثة ده جزء من الحد وليست أداة ايه؟ سلب، مش أداة تفصل بين الحدود، دي جزء من كلمة ايه؟ من المحمول، جزء من المحمول وليس أداة ايه؟ سلب. غير هنا ليست أداة ايه؟ سلب، لا تفيد الانفصال بين الموضوع والمحمول، هي في الحدود فقط تسلب الايه؟ الحد. وكلمة كافة، لفظ كافة بيدل على صورة قضية ايه؟ كلية. تمام، نركز كده في قاعدة غير لا تسلب ايه؟ قضية، كلية موجبة. هنا نتنقل للسؤال اللي بعده، طائفة من العلماء عباقرة. طائفة من العلماء عباقرة يمكن أن تصدر حكما على القضية السابقة بأنها قضية ايه؟ كلمة طائفة من العلماء عباقرة، كلية موجبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، كلية سالبة، جزئية سالبة. طائفة من العلماء عباقرة، كلمة طائفة هنا طائفة من العلماء عباقرة يمكن أن تصدر حكما على أنها إيه؟ جزئية موجبة. خدت بالك، طائفة من، أنا هنا بشمل بعض العلماء، موجبة لأن العلاقة هنا إيه؟ تفيد الاتصال. طائفة من، لو شلت من تبقى، لو قلت طائفة بس، طائفة تبقى كلية، لكن طائفة من تبقى جزئية. الأمثلة مهمة جدا عشان تأكد على المعلومة. لا مؤمن ظالم، تعطي القضية السابقة مثال لقضية إيه؟ لا مؤمن
طيب انا هنا مش بسأل على نوع القضية بس، لا انا هنا بسأل عن استغراق، خد بالك انا هنا عايزة احدد لنفسي نوع القضية وارجع اشوف اي نوع من الاستغراق هنا حصل. انا هنا هحدد الاول المثال قضية ايه، وبعد كده بناء عليها هختار مستغرقة ايه. تعطي القضية السابقة مثال للقضية، تستغرق الموضوع، تستغرق المحمول، تستغرق الموضوع والمحمول، لا تستغرق الموضوع ولا المحمول. اه لا مؤمن ظالم، ده نوع القضية ايه، وبعد كده استنتج منها. ايوه هي لا مؤمن ظالم دي قضية ايه، كلية سالبة. اه تستغرق الموضوع والمحمول، لان انا هنا كلية سالبة تستغرق الموضوع وتستغرق الايه المحمول. السؤال رقم 7، معظم الطيور غير ملونة. ايوه قاعدة غير هنا، معظم الطيور غير ملونة، العبارة السابقة توظف كقضية ايه، تستغرق الموضوع، تستغرق المحمول، تستغرق الموضوع والمحمول، لا تستغرق الموضوع ولا المحمول. معظم الطيور غير ملونة، قضية ايه؟ ايوه جزئية موجبة، احنا لسه قايلين غير لا تسلب القضية، غير هنا جزء من الحد، جزء من الحد يبقى مش أداة سلب، لأن أداة السلب في القضية لازم تكون تفيد الانفصال بين الموضوع والمحمول، ليس جزء من الكلمة. طب أنا هنا جزئية إيه؟ جزئية موجبة، يبقى لا تستغرق لا الموضوع ولا المحمول. مش إحنا قلنا قاعدة مهمة جدا في الاستغراق، إن الموضوع تكون القضية كلية لكي يتم استغراقه، والمحمول يكون القضية سالبة لكي يتم إيه استغراقه، والجزئية الموجبة إحنا لسه عارفين إن هي لا تستغرق أي الحدين. هنا السؤال مقالي، احنا متعودين ان احنا بناخد اسئلة اختيارات من متعدد واسئلة مقالية. السؤال المقالي بيقول ايه؟ غالبية المدخنون غير اصحاء. حلل القضية السابقة في ضوء دراستك للقضية الحملية. اه انا هنا طالبه منك ايه، حلل القضيه السابقه في ضوء دراستك للقضيه الحمليه. غالبيه المدخنون غير اصحاء. هنا هنحدد القضيه، اي نوع من القضايا الحمليه. انا عندي 4، هنا القضيه كليه موجبه ولا كليه سالبه ولا جزئيه موجبه ولا جزئيه سالبه. هنا غالبية، غالبية دي تفيد إنها جزئية. المدخنون غير أصحاء، غير أصحاء هنا موجبة، يبقى جزئية موجبة ورمزها جيم ميم. السؤال التاني من الأسئلة المقالية، جميع الأحلام، جميع الأحلام لا شعورية، لا شعورية. استخلص من القضية السابقة الحدود المستغرقة. الحدود المستغرقة احنا عندنا حدين، انا في القضية المستغرقة القضية الحملية انا عندي كام حد؟ 2. احنا قلنا دي قضية بسيطة، يبقى انا عايزة الحدين اللي هو الموضوع والمحمول. نشوف نوع القضية ايه وبناء عليها هنطلع الحدود الايه المستغرقة. جميع الاحلام لا شعورية، نوع القضية هنا ايه؟ كلية، لأن كلمة جميع خلت القضية السور بتاعها إيه؟ كلية، فالقضية هنا إيه؟ كلية من حيث الكم. طيب جميع الأحلام، هنا الموضوع مستغرق، الموضوع مستغرق زي ما إحنا طبقنا قاعدة الاستغراق إن القضية الكلية تستغرق الموضوع. طب الأحلام لا شعورية، هنا كلمة لا شعورية، لا شعورية ده جزء من الحد، ناخد بالنا هنا كلمة لام مش أداة سلب، ده جزء من الحد. الأحلام اللي احنا بنحلمهم كلها مجرد ايه، حاجات غير شعورية بنحلمها، مش حاجات أساسية. يعني تيجي نتيجة ايه، لا شعور،
لا شعور هنا جزء من الحد، كلمة متصلة. لا هنا لا تفيد الانفصال وليست أداة إيه؟ سلب، جزء من الحد، يبقى هنا موجبة. هنا الحد بتاع المحمول غير مستغرق، لأن هنا كلمة لا تفيد، هنا لا، هنا متصلة بالكلمة، جزء من الكلمة وليست أداة إيه؟ سلب. السؤال الثالث، معظم الحدائق ليست نظيفة، القضية السابقة توظف الاستغراق، دلل بمثال من عندك. أنا هنا عايزاك تقولي دلل بمثال على قضية تستغرق المثال ده. يبقى الأول هنعرف نوع المثال. معظم دي قضية إيه؟ أيوة، معظم الحدائق ليست نظيفة، قضية جزئية سالبة، ليست هنا فصلت، ناخد بالنا هنا مش جزء من الحد، هنا أداة فصل، احنا واخدين ليست هنا أداة ايه؟ فصل. طب معظم دي أداة، ده السور بيدل على ان القضية ايه؟ جزئية، يبقى هنا الموضوع الأول غير مستغرق لأنها قضية جزئية، والمحمول سالبة يبقى المحمول مستغرق. طب عايزين مثال بقى، يعني انت الأول بتجيب لي المثال اللي موجود في السؤال، قضية نوعها ايه وبتستغرق ايه؟ المحمول وليس الموضوع، وبناء عليه هجيب مثال ينطبق على الموجود في السؤال يوظف الاستغراق. انا هنا هوظف الاستغراق ان القضية تبقى جزئية سالبة تستغرق المحمول فقط، بعض الظهور ليست جميلة، هراعي ان الأداة السلب تفصل بين الموضوع والايه والمحمول. شكرا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة قادمة.